أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها في مدينة مكناس المغربية في شهر أكتوبر 2007، والبداية باش تكون مع مهاجر مكهب على 70 سنة اسمه الحبيب، كراب بورتمان في الطاق الأول متاع عمارة خارج البلاد شوية، يسكن وحده بحكم اللي لا عنده لا مرأة ولا أولاد، وعد عمره في الغربة واختر له باش يرجع للوطن. وعلى فكرة الحبيب هذا كان مستكفي بنفسه، الجيران ما يسمعوش حسه، ولا عنده هرج ولا يجي منه مرج، وما فما كان صباح الخير تصبح على خير، يصبح ولا يمسي ما ثماشي هضره زايده. مختصر الحديث، مولا العماره اللي كان يسكن غادي يعني في البلاص، متعود ساعه يشوف الحبيب يتقابلوا في الدروج والا في السقيفه، وفي المده هذيك كيف اللي فقدوا ما شافوش، وخلف هذا ما جاش عطاه الكرا ولا كمل له فلوسه متاع حسبه قديمه بيناتهم. الملاك بالطبيعة تحير ومشى يدق عليه الباب، المرة الأولى الثانية الثالثة عدة مرات، ومنها سأل العساس متاع العمارة قالوا ريتوش، العساس قال له ما عندي حتى فكر عليه. وفي الأثناء الملاك بقى يطلب في الحبيب هذا على تليفونه لكن ما يجاوبش، ووقتها تذكر اللي هو عنده نومرو آخر، عاود طلبه عليه كيف كيف، لا حياة لمن تنادي. ووقتها كلم السمسار اللي كان آستا في هالكارية، هو زاد ما عنده حتى معلومة على الحبيب فين مشى، وقال له بالكش يرجع لفرنسا من غير ما يعلم حد. ومن هاك السمسار تفكر، قال له استنى هاو عندي النومر متاع نسيبه، خذيه من عنده على موت على حياة، تصير شي مثلا إشكالية والسمسار يتصل بنسيب. وكي طلبوه هو زاد القوة متحير عليه، لأنه مستانس يكلمه وما يتصورش اللي هو سافر، لأنه عمل رجوع نهائي وسلم في كل شيء، وما عنده كان لانتريت متاعه يجيه من برا من فرنسا. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه الحبيب هذا ما كان يخالط حد، وكي غيب حتى حد ما يسأل عليه ولا يفيق به. وبعد ما تم استنفاذ كل الحلول باش يلقاو حبيب، الملاك والسمسار ونسيب مشاو كلموا الشرطة، لأن ولات فما ريحة خارجة من البورتمان متاع الحبيب. في ترابة هالأحداث الشرطة جات واستعانت بالحماية المدنية باش يخلعوا الباب متاع الشقة، ودوب ما تخلع المشهد اللي كان يستنى فيهم في غاية الفظاعة، لأنهم كي عتبوا الباب سطعتهم ريحة متاع تعفن تشق الراس، والقعاب كلها كانت دم مكبت جامد حتى لين يبس وكحال، الحيوت زادة مطشوشة والشي واصل للسقف، والجرة متاع الدم وصلت الأمنيين حتى البيت النوم، وغادي يلقاو فرش بالناموسية وكدس متاع قطاوات على الفرش، وكأنه حد راقد وغامم راسه، ولو أنه الدنيا في أكتوبر وما زالت سخونة شوية، ما هيش متاع حد بش يحطك البطاطن الكل. ولهنا وقت اللي جماعة الحماية المدنية نحاوك الاختوات، الصدمة كانت كبيرة، لأنهم اكتشفوا زوج جثث متاع راجل ومرأة، يديهم الاثنين مربوطين من تالي، وظاهر اللي هما تلقاو برشا تعانات، وكانوا مدمدمين الدم ديم وبداو يتنفخوا لأنهم دخلوا في مرحلة التعفن. فاللحظة اللي قربنا لديك الناموسية وحيدنا هذوك الاختوات، كنشوفوا ان الامر كيتعلق بواحد الجريمه ديال القتل المزدوجه، جوج ديال الجثث، وحده ديال الراجل وحده ديال المراه. رقيب احكم حراسه لهاد. في تسلسل هالاحداث هكا الشقه ولات بالطبيعه مسرح جريمه، وتم تطويقها وطرد الفضوليين، يعني من السكان ومن قياده الاحوال والناس ناسه من جماعه الحومه، واللي في ساعه ما تلمدوا في هكا البورتمان، وهما يدازوا ويدخلوا في ريوسهم باش يتفرجوا في المسرح متاع الجريمة، ما هم يموتوا على الفرجة.
الشرطة الفنية سبق أنها بدأت في رفع الأدلة المادية من بصمات وعينات متاع دم، وكان واضح أنه الضحايا الاثنين عنده مدة من اللي تقتلوا. الراجل اللي لقاوه مسن واللي معاه فتاة، الاثنين كما ذكرنا لكم مكتفين بحوايجهم، ويبدو أنه الجاني أو الجونات غموا الجثث متاع ضحاياهم وكأنهم يحبوا يأخروا أكثر ما يمكن عملية التعفن باش الريحة ما تتشمش في ساعة. لكن العكس هو اللي صار. اللي لفت انتباه الشرطة زادة هما كلمتين لقاوهم مكتوبين بالدم على حيط من حيوت بيت النوم: فاسد كافر. وهذوما كلمتين يوحيوا اللي دافع القتل هو عقاب الأشخاص تم ضبطهم أثناء عملية زنا. وهذه بتبيع تخمينات بحكم اللي الضحايا لقاوهم الأمنين مع بعضهم في الفرش، واعتبروا أنه هالكلام هذا موجه لك الضحية المسن واللي كان مع فتاة في عمر بنته أو حفيدته، وبالتالي اللي قاموا بالجريمة ما تنجم تكون عندهم إلا خلفيات دينية. ولو كان جات مسألة متاع شرف أو عملية انتقامية، راهو الجاني أو الجونات ما استحقوش باش يكتبوا أي حاجة. بتبيع السؤال اللي تطرح، زعم اللي قام أو قاموا بالفعل هذه ينتميوا لشق متطرف، وإلا مجموعة تكفيرية تعتقد اللي هي تحارب في الفساد الأخلاقي؟ لهنا يلزمكم تعرفوا أنه مدينة مكناس بالذات عرفت في عام 2007 موجة كبيرة من المحاولات الإرهابية، وآخرها في شهر أوت من نفس العام، واللي كانت باش تصير فيه مجزرة كبيرة وجاب ربي القوات الأمنية فاقوا بهم. مختصر الحديث، المحققين بقاوا يتساءلوا على حقيقة تورط التكفيريين في هالواقع، اش مدخلهم في جرائم كي من هذه؟ وكلمة فاسد كانت خارج السياق، ومن المفروض إذا هما متطرفين راهم كتبوا زاني أو زونات. وأكثر من هكا، ما عدا سوريا والعراق والبلدان اللي كان فيهم نزاع مسلح، صعيب باش تكفيري يدخل الدار ويقتل فيها ناس بتعلة أنهم زونات، لأنه الأهداف متاع التكفيريين والإرهابيين تتجاوز حكاية كمن هذه، والمآرب الأصلية متاعهم بدرجة أولى هي إيديولوجية سياسية ويحبوا يستولوا على الحكم. في ترابط هالأحداث، الأمنيين استبعدوا أنه هالواقعة هذه وراها متطرفين، وولات عندهم قناعة أنه الجونات يحبوا يعملوا تمويه ويغلطوا الأمن، معناها يهزوهم لاتجاه جماعات إرهابية. لكن يبدو لي المسألة ما تعديتش على المحققين. الشرطة الفنية من شيرتها حاولوا باش يطلعوا بصمات من خلال الكلام اللي تكتب على الحيط، لكن ظهر بالكاشف اللي هي ما تكتبتش بصبع حقيقي، وإنما تم استعمال أداة أخرى ما تخليش بصمات، وبالتالي العملية واضح اللي فيها إخراج كامل على أساس يصير التمويه على المحققين. هذاك حيت معاه امراه بغيبي نادك، يعني فاسد كتعني ان هذاك السيد زاني. بالنسبه للواحد اللي عنده فكر ايديولوجي او تطرف ديني او وقتل من اجل يعني ان هذاك السيد فعلا منحرف في ذاك الاتجاه، ما يكتبش فاسد، غادي يكتب زاني. وباش ما نطولوش عليكم بالحديث، معاين ساحه الجريمه ما مكنتش الشرطه من معرفه اذا كان ثم اشياء سرقت من البورتمان والا لا، معناها في الحاله هذه دافع القتل يولي السرقه، ماهيش حكاية تطرف ديني. ولعلمكم أنه الدار كان فيها برشة بش وأثاث، وما ننساوش أنه الحبيب مهاجر، معناها من نوعك اللي يجي من الخارج ويكركر معاه برشة حاجات. مبدئيا ما كان ثم حتى أثار للفرضية هذه، يعني الدار بأكملها كانت أمورها مرتبة، لا خزاين محلولة لا جرات مفروتة ولا شيء يلفت الانتباه. لكن الأمنيين باش يتأكدوا من الشيء هذا يلزمهم حد من عائلة الضحية يكون يعرف مليح الدار ويعاين اللي موجود فيها باش يقول يا لاندرا ثم أشياء سرقت وإلا لا، وإذا ثم حاجات تم الاستيلاء عليها ربما تكون خفيفة، معناها تتحط في مكتوب، لأنهم الأمنيين لقاوا في الدار تلفزة جديدة مشمعة وكمبيوتر زادة في باكوه، هذا كما تهزش. وبعد المعاينة التامة للدار، الأمنيين فهموا اللي الشقة كانوا فيها أربعة أشخاص، يعني زوج ضحايا الحبيب والفتاة، ومعاهم زاد أشخاص أخرين،
والدليل أنهم لقاوا على الطاولة متاع الكوجينة 4 كعبات متاع ياغورت بالمغارف متاعهم فارغين، وثم زاد كيسان تاي. وخلف هذا الشرطة لقات على الغاز طنجرة مطبوخة باللحم وما زال ما كلا منها حد. والمحققين بالطبيعة رفعوا كل ما هو موجود في المكان من بصمات وحمض نووي، لكن التحاليل باش تثبت فيما بعد أنه ثم زوز بصمات جينية زايدين، يعني ما همش متاع الضحية الحبيب والفتاة اللي معاه، والأديان متاعهم ما يطبقش بالكل. إذن شكون هما اللي موهوا في الشرطة باش يخليهم يظنوا اللي 4 من الناس على الأقل اكلاو هكا الياورت؟ ما نسبقوش الأحداث. في مجريات هالأبحاث وفي انتظار أنه يجي واحد من عائلة الحبيب يعني الضحية، الشرطة عرفت من خلال الدفاتر متاع الشيكات اللي لقاتهم في مسرح الجريمة اسم البنك اللي الحبيب حطت فيها فلوسه. ومش هذا فقط، ثرمته ما عندوش 4 أيام اللي جبد 10,000 درهم يعني قبل ما يتقتل بساعات، والأمنين ما لقاو حتى أثر للفلوس هذم. ولهنا مسألة السرقة باش تبدأ تتأكد تدريجيا. فيها التور هذا من القضية، نسيب الضحية حبيب جاء وشاف محتويات الشقة وقال من المفروض نسيبه عنده 3 تليفونات وزوز منهم تهزوا يعني أثمنهم، وخلف هذا عنده منقالة ذهب غالية برشا للقاوها هي ولا المسوغ اللي كان في الدار وقيمته 5 ملايين درهم. وقال ربما فما حاجات أخرين تهزوا لكن ما يثبتش عليهم. ولهنا تبين للمحققين أنه اللي جاوا لهكا الدار ما عندهمش نية أخرى سوى السرقة، لكن حبوا يعملوا سيناريو ما نجحش. ويبقى السؤال كيفاش دخلوا، لأنه الباب كان لباس عليه يعني ما فيهش أثار خلع. وهذا هز المحققين الفرضية أنه الحبيب خليهم يدخلوا بتوعية، ويا أما يعرفهم وإلا تحيلوا عليه باش يدخلوا. ولهنا التقسيات متاعهم باش تهزوا من نور دين، وهي جايتكم التفاصيل. في مجريات هالأبحاث والتقسيات المحققين فكروا في نور دين اللي ذكرناه، وهو السمسار اللي يدبر الكارية متاع الدار لحبيب الضحية، وبالنسبة ليهم تنجم تكون عنده معلومة على الشيء اللي صار، خاصة وأنه في بحث الأجوار اللي قاموا به أغلب الناس قالوا أنه حبيب يعني الضحية ما كانش يحب نور الدين السمسار هذا وما يرتاحلوش بالكل، وبرشا مرات سمعوه يتعارك معاه. ولهنا الأمنيين مشاو للدار متاع السمسار وخرجوه مسلسل، وفي المركز بدا يتلوعب بمعاهم ويتلوى، ووقتها حطوه يتفورك الكسكسي في الكسكاس باش يسقيهم معلومات واضحة. وهذاك هو اللي صار. بعد ما تفور بالقدا يعني كلامه كلاه طبل نهار العيد، سألوه قالوا له انت اللي قتلت الحبيب وسرقته؟ قال لهم خاتيني، وبدا يحلف لهم بالولية والصالحين متاع المغرب الكل. ورغم كالتفويرة الأولى والثانية والثالثة هكا نور الدين السمسار ما جات منه حتى نتيجة، ورغم اللي جابوا لاسيسون متاعو يعني المساعد متاع نور الدين وفوروه وزاد بالقدا بالقدا وطرقوه تطريق ما تحصلوا على حتى نتيجة. ووقتها سيبوهم الاثنين وما نقصهم كان السقاء، وفهموا اللي هما ما عندهم حتى علاقة مباشرة باللي صار، لكن مش مستبعد يكونوا على علم ببعض الحاجات ومخبينها، وهذاك علاش الأمنيين خلاوهم تحت المراقبة. في الحقبة هذه من القضية وبعد ما المحققين تعمقوا أكثر في التحريات، تبين لهم اللي ثم زوز أشخاص أخرين كانوا ملازمين السمسار ومساعدوا، وواحد منهم نظيف ياسر مازال كيخرج من الحبس وعدى فيه 30 سنة كاملين من أجل سرقة، معناها سرق روح بشرية جريمة قتل. وصاحبه اللي معاه عنده سوابق وشد برشا ربطيات، ومن خلال الأوصاف والمعلومات اللي اعطاوها جماعة الحومة الأمنيين تمكنوا من التعرف على الزويز هذم، معناها كالمجرم اللي شاب حبس واسمه الحوق، وهذاك هو الشهيرة اللي معروف بيها عند الناس الكل، وشريكه اسمه مصطفى. ولهنا الشرطة قامت بالتحريات اللازمة وعرفوا مقر السكنة متاع كل واحد منهم، وبقوا يترصدوا في تحركاتهم باش يتأكدوا.
وبعد ما خذاوا المعلومات اللي حاجتهم بها، الأمنيين قاموا بعملية مداهمة للديار الزوز متاع المشبوهين، وجابوهم مقرتين مسلسلين مكبلين وحطوهم في المركز. وأول حاجة قاموا بها فركسوا المحتويات اللي موجودة في البورتمانات متاعهم، ولقاوا في المحل متاع الحو فيستا معلقة في الحيط ويبدو أنه كان لابسها، لكن ما عندها حتى علاقة بحوايجه الأخرين، يعني خارج على ستيله وذوقه، مذخم عليهم برشا والظاهر جاية من الخارج، وما كانتش قياسه، معناها متاعك الضحية الحبيب سرقوها له. ووقتها الأمنيين بداوا يفرتوا في الدنيا متاع دار الحوق حتى لين عثروا على التليفونات اللي تسرقوا متاع الحبيب، ولقاوا معاهم زادة هكا المنقالة الثمينة بما فيهم المسوغة اللي تسرق. في نفس الإطار الأمني، الحاجة اللي باش تأكد أنه الحو مصطفى هما اللي قتلوا الحبيب وهكا الفتاة اللي معاه هو الحمض النووي، لأنه ما خلاوش بصماتهم على ساحة الجريمة. لكن التحاليل أثبتت أنه البصمات الجينية اللي لقاوها في ساحة الجريمة هما متاع الحو وصحو، يعني مصطفى صحو بشريكو، هما اللي قاموا بالجريمة، مما لا يجعل مجال للشك أو الاختلاف. بما أنه المجرمين ولا واضحين وباينين بالنسبة للأمنيين، يلزمهم يفهموا كيفاش جاتهم الفكرة باش يسرقوا الحبيب ويقتلوه، وشنية الطريقة اللي استعملوها باش يدخلوا لداره وينفذوا الجريمة متاعهم. البحث بالطبيعة ماهوش باش يقتصر عليهم الاثنين، وإنما هكا السمسار زاد اللي بقى تحت المراقبة هو والمساعد متاعه. الاثنين تم إيقافهم على أساس عندهم علاقة بالزويز هذم ويمكن ضالعين معاهم في عملية القتل. والقاعدة متاع الأمنيين كما تعرفوا البحث يجيب. في هالمرحلة هذه من القضية، وباش ما نفوتوكمش بالحديث، الحو صاحبه مصطفى والسمسار كانت عندهم جلسات خمرية يسكروا مع بعضهم، والجيران قالوا اللي هما كانوا يقعدوا مجتمعين حتى لعقب الليل، معناها الحديث اللي يدور بيناتهم ذو شجون، أما بلاشك ثلاثة نكت اللي عشاء، يعني حديث ذو سجون. زعم شنو موضوع حديثهم؟ في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه الحو اسمه محمد، من مواليد 1950 في نواحي مدينة الرشيدية المغربية. تربى في عائلة بسيطة، لكن بوه شد صحيح باش يقريهم هو واخواته ويوصلهم. ووقت اللي خلط للبكالوريا سيلحو هذا بدأت تكثر مشاكله، كان مشاغب كبير ديما غايب، وحتى كي يحضر الأساتذة يخرجوه من القسم على خاطره كان على درجة كبيرة من الوقاحة. المرة الأولى تم طرده نص شهر لأنه تقبح في أستاذ من الأساتذة متاعه وتعدى على مجلس التأديب، ومكفاش هذا عاود تعارك مرة أخرى مع المدير وتم طرده نهائيا، وما خلاولوش الفرصة باش يعدي المناظرة متاع البكالوريا واسمه تفسخ جملة، وبتبيع حوح والقاروح ويفسر في الشوارع. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه في الوقت ذاك، يعني في بداية السبعينات، الخدم كانت كلها متاحة بما فيهم الأمن، وهذاك اللي جاء البال الحو يحب يولي بوليس. وكي جاء امتحان لانتداب مساعدي حفاظ أمن، قدم ورقات وعدى الامتحان ونجح، ومن الفرحة حوحو بدأ عيط على طول بالحوحو. وبالطبيعة خدم مدة 4 سنين بوليس دراج، معناها على البسكليت، حد وحد المخلفات الصغيرة اللي تصير في الحوم. ومن بعد عدى امتحان آخر باش يولي مفتش، وكيف كيف نجح. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الحو هذا رغم اللي ما كملش قرايته كان مثقف بالقداء، يطالع برشا وعنده إمكانيات ذهنية لباس بها. في نفس المضمار الحو ولا يخدم بزي مدني، معناها شرطي كما نقولوا احنا في تونس، على خاطر كي نقولوا شرطي يتسمى بالزي، أما هذا سيفيل. لكن ما كان عنده حتى نوع من أنواع الانضباط. السيد ولا مستهتر الأبعد الحدود ويظلم في الناس،
وهالنوعية هذه موجودة برشا، لأنه كي يخدم في الأمن يحس روحه الفاتق الناطق بالنسبة للمواطنين. معناها هكا الكارتة ولا الكسوة متاع الأمن ترد بوليس مغطرس، ورئيسه المباشر يعني الكوميسار كان ضربة ضربتين يحاول باش يرجعه للجادة ويفهمه اللي هو باش يحمي المواطن ومن مصلحته الامتثال للأوامر وينقص من التسلط على المواطنين. لكن سيلحو ما حبش يفهم روحه، وعرفه ولا يمرمد فيه فماش ما يفيق على روحه. لكن دون جدوى، وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات الكوميسار عيطلو لأنه فما مواطن تشكى منه وبقى يأنب فيه ويسخسخ فيه. ومن بعد الحو خرج من البيرو وبقى واقف في الكلوار يخمم، ومنها مشى للبيرو متاعه اللي يخدم فيه، هز المسدس متاعه ورجع للبيرو متاع عارفه. وفي الأثناء حتى واحد ما شافه، شغل السلاح متاعه اتخلى على الكوميسار وطول أطلق عليه النار مباشرة في صدره، والمسكين طاح ودمه بدا يفيع. أعوان الأمن والمفتشين سمعوا حس الكرتوش وجاوا بسرعة، لكن خلطوا مخر لأنه الحو فرغ المخزن متاع الكرتوش الكل في هكا المحافظ المسكين. خربوا تخريب، يعني كملوا 5 كرتوشات كاملين، وزملاء حضروا على المشهد وبقوا مذهولين. الحو بعد هالجريمة هذه واللي تتسمى سابقة في المغرب سلم روحه هو والمسدس متاعه. في ترابط الأحداث يلزمكم تعرفوا أن الحو تحكم بالأعدام، وهذا طبيعي لأنه قتل أمني أثناء القيام بمهامه وعرفوا من فوق مع سابقية الإضمار والإصرار معاهم كانت حبه. لكن بعد مدة قصيرة المحامين متاعه والتدخلات اللي قامت بها عائلته خليتها العقوبة هذه تولي سجن مدى الحياة، والعقوبة هذه تقلصت من بعد ولت 30 سنة فقط. وفي نهاية الأمر تم إيداعه في أعتى السجون متاع المغرب واللي هو القنيطرة. لكن عكس ما تتصوروه الحو ما هوش ناوي يرجع للطريق المستقيم في الحبس، لأنه غادي يعمل مشاكل مع الحراس، وبما أنه صاحب مشاكل كبيرة ويعمل في العرك والبلابز مع المرابيط الأخرين وداخل في دعازق كبيرة، إدارة السجن يحطوه في الحبس الانفرادي ويزيد ياكل على مرمته. في مجريات هالأحداث والعنف متاع الحو يلزمكم تعرفوا اللي هو شد البونتو على حارس من الحراس، وكان من نوع اللي يحقد ما ينساش، وباش ينتقم الحارس هذا سرق مغرفة وبقى أشرة وهو يمضي فيها على القاعة متاع الزنزانة اللي ربطوه فيها حتى لين ولات موس ماضي، وبقى يترصد في الفرصة. وهكا المغرفة اللي مضاها ديما تحته ما تفارقوش، حتى لين في نهار من نهارات وهما راجعين للشنابر متاعهم وبالمصلت هكا الحارس اللي عنده معاه بونتويت جاء قدامه وكان عاتيه بالظهر، وهو غفل المرابيط الكل بما فيهم الحراس وجبد هكا المغرفة اللي ولات موس ودخل هالو في رقبته بضربة واحدة وذبحه من الوريد للوريد. وبالوقت هكا الحبس خاذ ولا جري وركيض وعياط وسياح، وهكا الحارس ولا يعوم ويقتس في دمه، والجارديانية ما فضوها لما أطلقوا النار في الهواء. ووقتها المرابيط الكل لبدوا، ما عدا الحو بقى واقف والموس متاعه في يده يقطر بالدم. اشنو اللي صار من بعد؟ هاو جايكم الحديث. في نفس هالإطار الدامي الحراس متاع السجن وقت اللي شافوا زميلهم شنو اللي صار له دخلوا على الحو باللي متراك، وعلى ما ضربوه بقى جمعتين كاملين في غيبوبة وشعره لمات. وكي رجعت فيه الروح تحدى قدام المحكمة، وهكا 30 سنة اللي تحكم بيهم رجعوا كما كانوا في الحكم الأولاني، معناها السجن مدى الحياة، وحطوه في الجناح متاع أخطر المجرمين، معناها هكا اللي موجودين في حبس انفرادي كل واحد وحده، ويأسوا عليهم حراس لا رحمة لا شفقة. ولهنا أكيد راكم تقولوا من المفروض الحكاية متاع الحوف فات، لكن ما فاتش لأنه سلحوحه مازال عند روحه. في نفس هالسياق وباش ما تستغربوش من الأحكام اللي سمعتوها يلزمكم ما تنساوش اللي احنا في بلدان كل شيء فيها ممكن، ولو كان جات الدنيا دنيا
راهو الحول عقوبة متاعه ما تتبدلش من مؤبد لثلاثين سنة. لكن المسألة فيها برشا ريبة وربما لعبت فيها الرشاوي. أشنو اللي صار للحول بعد هالحكم المؤبد؟ بكل بساطة خرج من الحبس، لأنه نهار 3 مارس 2007 جاه عفو، ومن غير ما تقولوا كيفاش. هذه أمور لا يعلمها إلا الله ومدير السجن ومن معه. فيها التور هذا من القضية، الحو بعد ما خرج من الحبس تبدلت عليه الأمور جملة، لأنه أول ما تربط خلى الكراهب اللي موجودين من نوع الدولفين والأرسانك والكاتشوفو، وكي خرج لقى الجولف والسيكات واللوبير كورسا. خلف هذا وقت اللي حط سيقه في الحبس خلى البناويت بالميني جوب، خرج لقاهم بالحجاب. الحاصل لقى روحه كأنه بدوي في العاصمة. تقول واحد غمضت له عينيه وحليتهم له في نيويورك. وخلف هذا الحومة كان عنده لشكون يمشي، حتى من عائلته قطعوه. وفي الفترة هذيك اللي خرج فيها اتذكر واحد سمسار اسمه نور الدين، تعرف عليه في الحبس بالطبيعة، والسمسار هذا هو نفسه اللي ذكرناه في أول قضيتنا. وهوك فهمته اللي هو زاد صاحب سوابق وتشد من أجل التحيل والتزوير. الحو بالطبيعة مشال نور الدين هذا السمسار، والآخر فرح بيه برشا وعرفه على المساعد متاعه. ومن غادي ولات بيناتهم صحبة وقعدات متاع شراب، وزاد خلطت عليهم واحد آخر يقولوا له مصطفى، مازال كيخرج من الحبس بعد الحو، وكان هو وياه فرد زنزانة، خلينا نقوله فرد زنزانة. هجمة هذه ولات لما ما يلمها بالريح، وهو كالقاسم المشترك بيناتهم هو انتماء من نفس المدينة. الكلهم جايين من الرشيدية، والرشيدية معناها بن عميس. وبحكم اللي الحو وقت اللي خرج من الحبس كانت أموره منفنفة، لأنه في العوام اللي عديهم ربطية لم فيهم قرابة 60,000 درهم، وكي خرج عمل بيهم مشروع. وأكيد راكم تتسائلوا شنو أسكر بيهم وتكيف الحشيش وصرف على المميسات في الكباريات حتى لينو فاتك الفليسات، ورجع القعدات مع نور الدين السمسار والمساعد متاعو، وبتبيع مصطفى زميله متاع الحبس ديما معاه. في تعاقب هالأحداث وفي عقاب شهر أفريل، هالمجموعة وهما قاعدين في حانوت السمسار جيهم واحد قال اللي هو يلوج على الكراء. والسيد هذا مهاجر، وأكيد راكم عرفتوا اللي هو حبيب، مازال كيرجع نهائيا للمغرب، وعنده دار ورثة على أبوه بيعها ب140 مليون، ويحب يبني بحقها دار أخرى قمقومة بالبيسين. وهوك في الأثناء يبقى يسكن في الكراء حتى يكمل داره. وباش ما نطولوش عليكم بحديث السمسار، هزوا البلاص قدموا للملك، وفي ساعة ما تفاهموا على الكارية، والحبيب من غدوة صبح يسكن غادي في بورثمانو. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الحو كان حاضر على حديث اللي دار ما بين السمسار والحبيب، وسمع كل شيء، وخاصة ركز مع حكاية 140 مليون. ووقتها خزروا لبعضهم هو ومصطفى، وبعد ما تفضتك القعدة ابقى هو وياه راس راس، وتفاهموا باش يلقاو طريقة ينحيوا بها الفليسات متاع حبيب. ومن غادي بدأت تخطيط للجريمة. وبما أنه الحوكي ما تعرفوا خدم بوليس وعنده خبرة، قال المصطفى تو نهز معايا الكارتة متاع السيرفيس القديمة متاع الشرطة، وبتبيعه مقدم مستحفظ بيهم وقت اللي يخدم. والخطة بكل بساطة تتمثل في أنه يدقوا عليه الباب متاع الدار ويقولوا له شرطة باش يدخلهم، والباقي بتبيع بالنسبة ليه سهل. وهذاك هو اللي صار. بقاو يستناو في الحبيب حتى اللي ينوقف كرهبته وطلع البورتمانو، وهو دخل من هنا وما دقوا عليه الباب منه. الحو وراه الكارتة وقال له شرطة عنا ما نحكيه معاك. الحبيب دخلهم ما شكش فيهم بالكل. مختصر الحديث، الحو قعد على فوتوي مقابل الحبيب ومصطفى واقف وراه، وبداو يحكيوا معاه بلغة حرشة برشا، ويسألوا فيه في سؤالات غريبة. علاش بعد دار بوك؟ وين ناوي تبني دارك الجديدة؟ شنو اللي عملت بالمئة واربعين مليون؟ هل سمعنا بيك تدخل في البنات الصغار ونسال دارك؟ ها؟ هاك زاني ظهرت، ما تعرفش اللي الأمور هذه عاقب عليها القانون؟
الحبيب ما عجبتوش الطريقة اللي يحكيوا معاه بها وتغشش بالقدار. قال له ما أنا حر والدار داري والفلوس فلوسي، أشنية هالهدرة اللي جاييني بها؟ ملخص الحديث، الأصوات بدأت تتعالى والكلام ولا عنف، والحو مصطفى بداوا يعنفوا في الحبيب اللي فهم أخيرا أنهم مجرمة ما همش بوليسية وجايين باش يسرقوه. وقتها تذكر اليوم كانوا قاعدين مع السمسار وقت اللي جاي باش يفركس على دار. وباش ما ندخلوش في تفاصيل فارغة، الحو مصطفى شدوا الحبيب كتفوه بحبل وبداوا يعنفوا فيه عنف شديد وقالوا له ما نسيبوك لما تعطينا الفلوس. قال لهم يا ولادي راهم الفلوس في البنكة، تحبوا نعطيكم شيك وإلا هو عندي 10,000 درهم ما زلت كجبتهم البنكة، هزوهم وراهو زاد عندي فلوس خليتهم عند نور الدين السمسار، غدوا ناخذوهم من عنده. لكن اللي ما كانش يعرفه الحبيب المسكين أنه المصير متاعه سبق وتقرر، والحو حكم عليه بالأعدام وما استناش التنفيذ، جبد موس ودغر الحبيب في صدره وكمل عليه بعدة طعنات، وهو المسكين من قوة الدغرات متاع السكينة برك في القاعة وغرق في دمه. وهما بداوا يكركروا فيه باش يدخلوه البيت من البيوت، وفجأة يسمعوا في حاجة تحت في الكوجينة وثرنتها تقربيعة متاع كسارونة. الاثنين وقفوا اذنيهم وبداوا يتساءلوا بعينيهم، ومنها مشاوا للكوجينة ولقاوا فتاة مرعوبة ودوب ما شافتهم صاحت ووخرت، لكن في ساعة ما خطفوها سكروا لها فمها وجبدوها البرة. وهكا الطفلة هذيك المسكينة في الحقيقة معينة منزلية تخدم عند الحبيب، ها هيك تجيه تنظف له تطيب له فطوره وعشاه وتروح. ونهارتها دوب ما شافتهم دخلوا للدار ومن بعد بداوي يعنفوا في الحبيب، بيتت الحس من الخوف، لكن من غير ما تشعر طيحتك الكسرونة والحو مصطفى فاقوا بها وما فلتوهاش. في نفس الإطار يعني الكوجينة، المرة هذه مصطفى هو اللي تكفل بعملية القتل، وجبد موس وتخلى على كالطفلة المسكينة خربها تخريب، ومن بعد كركرها حتى البيت البانو ورميها غادي وسكر عليها الباب. والمسكينة بحرارة الروح ورغم الطعن اللي كلاته الكل حاولت تطل من الشباك متاع بيت البانو وتسيح باش تفزع الجيران، لكن بالزهر متاعها انهارت الواقعة اللي تقتل فيها حبيب. المطر كانت تجبد خيتين من سماء ورعد وبرقي ولعج ونقر فايضة، والناس فر مروحين لديارهم وسكروا على رواحهم، اشكونوا اللي باش يسمع كالطفلة المسكينة وهي تسيح. وخلف هذا مصطفى وقت اللي يسمع سياحة خاف لا يسمعوها الناس ويكلموا الشرطة وتعبت عليهم الطامة والعامة. ووقتها رجع لها البيت البان وحل الباب وزاد خربها تخريب بك السكينة، وما سايبها لما روحها طلعت للخالق. في مجريات هالأحداث الدامية هكا زوز مجرمة كركروا الحبيب وهكا الطفلة، دخلوهم البيت النوم وحطوهم بجنب بعضهم على الفرش. ووقتها مصطفى صاحب الحوح وفاق اللي الحبيب مازال يتنفس، ومن غير ما يتردد نزلوا على رقبته بالموس وذبحوا من الوريد للوريد حتى لين المسكين فارق الحياة. ومن بعد عملوا دورة في الدار وهزوا هكا الأشياء ثمينة من غير ما يقلبوا الدنيا سفيها على عليها، خلاوها تقريبا منظمة كما هي، وهزوا هكا التليفونات وزوز حواسيب محلولة ومعاهم المنقالة الذهب وكالصيغة، وزادوا القهوة كالـ10,000 درهم اللي الحبيب مازال كيجبدهم من البنكة. وبعد هالجريمة الشنعاء جيتهم الفكرة باش يقوموا بعملية تمويه، معناها يغلفوا الجريمة متاعهم. وبحكم اللي هما دوب ما دخلوا للدار لابسين جواندوات باش ما يخليوش بصماتهم، الحو هو اللي جاتوا الفكرة باش يغطي الصبع في دمك الطفلة ويكتب هكا الكلمتين في الحيط. وخلف هذا الحو جاتوا الفكرة باش ياكلوا 4 كعبات ياورت، على أساس المحقين يمشي في بالهم أنه الجونات أكثر من 2. وفي نفس الوقت كان معمل كما حكينا لكم أنه الأمنيين باش يمشيوا في فرضية جريمة ارتكبوها التكفيريين، لكن البرنامج متاعه كان فاشل من الأول، وما كانش يعرف أنه علم الإجرام تقدم برشا في الفترة اللي هو عداها في الحبس،
وما في بالوش أنه البصمة الجينية متاعه وحدها باش تثبت عليه الإدانة. هو صديقه مصطفى. في نهاية هالقضية أكيد راكم تتسائلوا أنه لو كان الحوب قاف الحبس مدى الحياة على الأقل راهو ما قامش بك الجريمة الشنعاء في حق زوز من الناس. لكن الحاكم أعطاه فرصة رغم اللي قتل روح، ومش أي روح، زميله في الأمن وعرفه خلف الحارس متاع السجن، والخروج متاعه ما استغلوش كهدية ويرجع لليقين، بالعكس حب يزيد يثري به السجل الإجرامي متاعه. وبالطبيعة كر على صاحبه مصطفى اللي كان سارق ولا مجرم، وتسلطت عليهم الاثنين عقوبة بالسجن مدى الحياة. وصعيب أن واحد منهم مازال يخرج من الحبس، لكن اللي سلكوها هما السمسار والمساعد متاعه. الاثنين تحكم عليهم عامين عامين حبس باش يتفكروا الخلط متاعهم الفاسدة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.